ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء؟ صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، يعني ما ينظر إلى النساء ولا يذهب إلى تجمعات النساء، يبتعد عن النساء التي في الذهاب إليها أو رؤيتها فيها فتنة له، يبتعد عنها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: والاختلاط أو اختلاط يكون في المكان، لا يجوز لك مكان فيه اختلاط بين الرجال والنساء تذهب إليه تشارك أهله. نعم.